السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة محب طارق كوكتيل، أهلا ومرحبا بكم. هذا إن شاء الله بإذن الله الرزق ربنا رزقني بيه إن شاء الله في الموسم دوت من الكوكتيل اللاتيني. الحمد لله بعد يعني توفيق ربنا سبحانه وتعالى عز وجل، وطبعا ده بيكون رزق من ربنا سبحانه وتعالى. مهما تعمل لو رزقك مكتوب ربنا سبحانه وتعالى يعني هيوفقك ليه بإذن الله. فطبعا ده زي ما حضراتكم شايفين كده الكوكتيل اللاتيني بعد ما هم كده الزغاليل بدأت ان هي خلاص كبرت وبدأت ان هي تخرج من العش، وادي العش بتاعهم اهو. طبعا خلاص بقى نظفته وخرجت الزغاليل منه، انا سبتهم طبعا هم خرجوا لوحدهم يعني، وبدأوا هم بقى يخرجوا يقعدوا مع اهاليهم ان هم ياكلوا لوحدهم ويعتمدوا على نفسهم، وبدأ الاكل بقى ليهم. بحط الاكل الجاف لان هم طبعا ما يقدروش ان هم ياكلوا الاكل اللي هو القمح دلوقتي، بقوم بحط لهم بيض مسلوق مع الحبوب الصبح قبل ما اروح الشغل، وباجي ان شاء الله يعني برضه بحط لهم بقى الاكل الحبوب دلوقتي. هم بقوم الصبح ببدا ان انا تاني احط لهم بقى مثلا القمح المنقوع، الاب والام ياكلوا منه ولسه برضه بيغذوا فيهم. لما بقى احس ان هم خلاص بقى بدا ان هم ياكلوا لوحدهم خلاص، واشوفهم بدا ان هم ياكلوا لوحدهم، ابدا ان انا افصلهم عن امهم وابوهم. اما هنا بقى الالبينو طبعا يعني سبحان الله من ساعه ما جبتهم هو لسه لغايه دلوقتي يعني ما فيش اي حاجه منهم، وربنا ان شاء الله يرزق. ده اللي انا الذكر اللي انا نزلت جبته من السوق اللي هو ذكر اسبليت البينو، تمام، وجبته من واحد يعني عن ثقه ان شاء الله. و طبعا هم لما بدأوا ان هم يدخلوا العش، وللاسف انا غيرت المكان البلكونه عندي، بدات ان انا انقلهم من المكان في البلكونه لمكان تاني يعني الحمد لله مكان اوسع شويه، فهياخدوا وقت شويه ممكن برضو كده اسبوع او اسبوعين لغايه ما ياخدوا على المكان ويبداوا ان شاء الله ان هم باذن الله يشتغلوا. طبعا يعني الحمد لله انا اهم حاجه انا منتظر بقى الشغل من الالبينو دوت، وربنا ان شاء الله يرزقنا منه باذن الله. هنا بقى زي ما حضراتكم شايفين كده القفص دايما كده بيبقى فاضي خالص، تمام، ده اللي هو بقى ايه الروز. الروز دايما طبعا هو بيعشق العيشه في العش، حتى مهما تخبط عليه كده عشان خاطر يخرج، مفيش الا ما يخرجش الا اذا ممكن تكون تفتح الباب عليه عشان خاطر يخرج، وممكن كمان ما يخرجش، تمام. بتمنى ان شاء الله يكون الفيديو عجب حضراتكم، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. اشكركم، كان معكم احمد عاطف، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.